أعود إليك مرة أخرى دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. يعني سأنتهز فرصة أنك معنا في هذا الحوار الشيق وأتحدث معك عن التقدم الدبلوماسي بخصوص فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. برأيك هذه الخطوة ما الذي تمثله وكيف يمكن البناء عليها؟ هذه الخطوة هي خطوة متقدمة بتصويت العالم، ثلثي العالم يصوت إلى صالح فلسطين ردا على الولايات المتحدة الأمريكية ورفضا للفيتو وازدواجية المعايير، وردا على إسرائيل التي صوت الكنيسة الإسرائيلي فيها ما قبل 3 أشهر على رفض الدولة الفلسطينية بكل الطرق والوسائل حتى بالمفاوضات. لذلك هذا رد واضح، 143 دولة تصوت من أجل فلسطين وإنجاز أو حصولها على العضوية الكاملة، وإن كانت لغاية الآن ترهنها بالذهاب إلى مجلس الأمن من جديد وتطلب طبعاً من مجلس الأمن اعتماد هذا الأمر. وهذا توصية غريبة، يعني صياغة مشروع القرار لم تكن موفقة بالشكل المطلوب، لأن هناك لدينا سابقة هي حالة كوريا الجنوبية حصلت على العضوية الكاملة بقرار من الجمعية العامة بصيغة متحدون من أجل السلام. فعندما يفشل مجلس الأمن في اتخاذ صلاحياته تستطيع الجمعية العامة أن تنعقد بصيغة متحدون من أجل السلام وأن يكون قراراتها نافذة ولها قوة الإلزام كما قوة قرارات مجلس الأمن، وإن كنا ندرك أن اعتبارات السياسة تلعب دور كبير في التصويت في مجلس الأمن، ولكن الأمر أن فلسطين اكتسبت مزيد من الصلاحيات والقدرات الأخرى التي تعطيها مزيد من القدرة على المناقشة والانضمام إلى أجسام جديدة، ولكنها حققت مكسبا سياسيا شكل صفعة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية. نعم، صفعة للسياسات الأمريكية، ولكن يعني هل يعني ما المكاسب التي ستحصل عليها فلسطين بعد هذا القرار؟ يعني هل هي صفة رمزية فقط أم هناك مكاسب أخرى؟ هناك مكاسب في مستويين، مكاسب سياسية وقد عددناها وهي مهمة، إضافة إلى حضور فلسطين ومكانتها وتثبيت دولة فلسطين في مواجهة محاولات التهجير والنفي وتغييب الحقوق الوطنية الفلسطينية. وعلى المستوى السياسي أيضا هي ترد على كل السياسات الأوروبية والأمريكية وسياسات الدول التي لا تريد لفلسطين أن تكون يعني حاضرة في المشهد الدولي. 9 دول فقط تتعارض أو تعارض يعني عضوية الدولة الفلسطينية الكاملة. أما على المستوى القانوني فهي تكتسب أولا أن يوضع اسمها ضمن الأحرف الأبجدية وليس كما في السابق كدولة مراقب، تكتسب صفة تقديم القرارات ومشاريع القرارات والمقترحات والمناقشات وترتيب جدول الأعمال، وأيضا المشاركة في كل انعقاد كل هذه الأجسام، كانت بعضها تحصل عليه بصفة مراقب الآن تحصل عليه بصفة عضوية أعلى في هذا المجال. وأيضا لكن فقط يعني لا يبقى من العضوية الكاملة فقط إلا حق التصويت، وكان الأصل أن تعطيه الجمعية العامة في هذا المجال، ولكن مشروع القرار وضع هذا الأمر في إطار يعني حصد مزيد من الأصوات، رغم أنه فلسطين حصلت على 143 صوتا سابقا في التصويت في عام 2012. ولكن الغريب كما ترى هناك تناقضات بالسياسة الخارجية، هناك 4 دول اعترفت بفلسطين من بينها السويد، هنغاريا، بلغاريا، ولأن لا تصوت لمصلحة فلسطين. هناك الأرجنتين كانت تعترف بدولة فلسطين. كيف نفسر ذلك إذن؟ نفسر ذلك بصعود أحزاب يمينية فاشية تدعم إسرائيل على حساب دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي هذا جزء من صعود الشعبوية في أوروبا وصعود تيارات يمينية في السويد التي كانت بقضيها وقضيضها وسياساتها الخارجية داعمة للشعب الفلسطيني. السويد وسويسرا المفاجأة هي كانت دول يعني ليست لديها خلفية استعمارية وكانت محبوبة ومقبولة على المستوى العالم، اليوم طورت مؤخرا بالانضمام إلى حلف الناتو وأيضا بالانضمام إلى سياسات أو انزياحات باتجاه سياسة. الأرجنتين تفعل كذلك بصعود يعني رئيس أقرب إلى المأفون منه إلى رئيس مستقر ومتوازن ويتبنى المسيحية الصهيونية ويعني يغير في سياسات الأرجنتين كما جرى في البرازيل، وإن تغيرت بعودة أولا إلى السياسة الخارجية فالبرازيل تعلي من انتقاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه تخضع لها. الغريب أن دولة كألبانيا وهي عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي تمتنع عن التصويت، وأيضا دول كأوكرانيا التي هو ليس غريبا يعني هو كان متوقع.
نعم متوقع، ولكن يجب أن تتعرض إلى هزة باتجاه على الأقل إدانة هذا السلوك من قبل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. يجب عليها أن تلتزم بالرؤية العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، وأيضا هناك دولة كأوكرانيا التي على سبيل المثال تعتقد أن من حقها مقاومة الغزو الروسي أو في الصراع في أوكرانيا، وأنها تدين غزو أو ضم أراضي الغير بالقوة، ومع ذلك تصوت ضد الحصول على دولة، في تناقض واضح وصارخ. لذلك هناك أبعاد يجب أن نقرأها بالسياسة الخارجية، ولكن هناك إجماع على دولة فلسطين. الأهم هو تجسيد هذه الدولة. تجسيدها يتم على عدة مستويات. المستوى الأول فلسطيني بالإعلان عن دولة فلسطين والبدء بتجسيدها بإصدار قانون الجنسية، جوازات السفر، بالسحاب من اتفاق أوسلو، بتدويل الصراع، باستخدام الأدوات من بينها الانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا، وأيضا حالة ملف جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بمطالبة عقد اجتماع للدول الأطراف السامي المتعاقد على اتفاقية جنيف لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان تطبيق المادة الثالثة من الاتفاقية التي تنص على حمايتها في كل زمان ومكان، والمادة 146 و147 بمساءلة إسرائيل، والبدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها حتى تنصاع إلى قواعد القانون الدولي، بتطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان بمنع تصدير السلاح ومعاقبة الشركات التي تستثمر في الاستيطان، وأيضا بتنفيذ قرارات وتدابير محكمة العدل الدولية. هناك حراك يجب اتخاذه في إطار استراتيجية وطنية تقوم على أيضا استعادة الوحدة بالحدود الدنيا، تنسيق وطني في هذا المجال، وخاصة بعد فقدان الرهان على السياسات الخارجية الأمريكية التي قالت أنها تريد سلطة متجددة، أوهمت السلطة بأنها قادرة على إعادتها إلى قطاع غزة رغم رفض نتنياهو لعودة السلطة، هو لا يريد كيانية فلسطينية. ولذلك نحن إزاء هذه التطورات، إضافة إلى سياسة عربية تشكل حائط صد أمام مخططات الاحتلال وتصفيته لما في ذلك، أو تصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك انعكاسات على الأمن والسلم الإقليمي وعلى الشرق الأوسط ككل، وبما ينذر باتساع الصراع، فلا يمكن أن يقبل العقل الإسلامي والعربي والعقل الإنساني إجمالا هذه الفضائع ولا يغضب ولا يتسم لاحقا بكذا. وبالتالي جميعنا يرى، أو كل من يرى هذه الفضائع التي تتم على مرأة ومسمع من العالم، هو لا يتضامن فقط مع فلسطين والقضية الفلسطينية أو غزة، وإنما يتضامن مع إنسانيته، فالإنسانية مجبولة على رفض الظلم ورفض هذه العذابات وجرائم الحرب. لذلك وضعت قوانين، والأديان وضعت قوانين ومحددات لرفض جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. ولذلك إسرائيل تمارس كل هذه الفضائع بحق المدنيين الفلسطينيين. ولعل تقاريركم اليوم وعلى مدار العدوان، وهي تقارير غاية في الأهمية وتغطية غاية في الأهمية، غطت كل جوانب هذا العدوان من القاهرة الإخبارية، تشير بما لا يدع مجال لللبس إلى مستوى الفضائع والجرائم المرتكبة التي لم تبقى في يعني نص في القانون أو نص في معيار دولي خاص بحقوق الإنسان إلا وانتهكته الإسرائيل. لذلك من الأهمية بمكان بناء هذه الاستراتيجية والبدء بتشكيل حكومة الدولة الفلسطينية التي ينبغي أن تقوم على قاعدة التوافق والإصغاء إلى النداء العقل، وأيضا الرؤية المصرية التي طالبت بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وقبل ذلك إعطاء فرص لمساحات من المصالحة واستعادة الوحدة على أساس الشراكة السياسية. أصبح واضحا من كل ما ذكرت لدينا اتجاهات عديدة، ولكن نحن الآن بصدد خطوة أخرى مهمة وهي خطوة مجلس الأمن. لدي سؤال أخير، هل سيصطدم القرار بالفيتو الأمريكي؟ ربما لا يصطدم هذه المرة بعد هذا الإجماع، وبعد يعني على الأقل توازنات السياسة الأمريكية، وهذا يتوقف على بايدن والإدارة الأمريكية. ولكن بتقديري مزيد من الضغوط العربية والدولية ومزيد من حركة الاحتجاج العالمي وعدم يعني أو القول بالتكيف مع هذا الواقع الصعب، وباتخاذ خطوات جادة، لأننا أمام مفترق طرق مع اجتياح رفح. يعني نتفائل هذه المرة. نعم هناك حمام دم، هناك حمام دم تحضر له إسرائيل. القول بأنه اجتياح جزئي هو لتخدير العالم، ولكن لك أن تتخيلي إغلاق المعابر لمدة 5 أيام، الميناء كما جاء
في حديثكم والذي لم يعمل لغاية إن شاء الله الآن تفتح والذي قريباً. يتغطى إن شاء الله. يتغطى نعم. على نعم. تتغطى فيه إسرائيل بهدف تمرير مشروع التأجيل. لذلك إزاء هذه التحديات والتطورات مطلوب ارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية، مطلوب تحرك جاد من أجل ضمان حماية الفلسطينيين ووقف هذا العدوان. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا على هذا التحليل.